السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناتي جونيتا تي في وفي فيديو جديد. في الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غنجاوبكم على الاسئله ديالكم، فبزاف ديال الاسئله تكررت في التعليقات، وعوض ما نبقى نجاوب كل وحده بوحدها على نفس السؤال، قررت اني ندير هذا الفيديو ونجاوبكم على الاسئله ديالكم كامله باش تعم الاستفاده ان شاء الله. لقيت بزاف ديال البنات كيسولوني نفس السؤال، وفي الصراحة تكرر بزاف ديال المرات، وهو فين كتباع؟ واش كاينه لا كريم شانتيي بودغ وفين كتباع؟ كاينه البنات كريم شانتيي بودغ، انا شخصيا كنشريها من الكاريفور ماركه غويال. غنخلي لكم في الفيديو باسيو فين غتلقاوه باش ما تلفوش وتمشيو اكزاكتامينتي. كانت كذلك واحد سؤال اخر ديال واحد الاخت اللي قالت لي انا ناطا ما كتبغيش تطلع ليا، من كنبغي نصايبها جربتها شحال من مره وما كتطلعش ليا. سي نورمال الا جبتيها من بلاكار وبديتي كتخدمي بها ديريكتومو ما غتطلعش ليك ناطا، واخا تبقاي تربي فيها ساعه وانت كتربي فيها ما غتطلع ليكش. ناطا كتكون فيها 35% ديال المواد ديال الكراسه، دونك قبل ما تخدمي بها كيخصك ديريها في التلاجة، خاصها هي تكون باردة مزيان باش من تبداي تربيها بالطرب الكهربائي طلع معاك. فان كويستيون دي مينوتوس دغيا دغيا غطلع لك الا كانت باردة. خاصك ناطا ليكيدا، هادي اللي كيستعمل ناطا هادي، فبجوجهم فحال فحال، هادي كتجي ليكيدا وهادي ببولبو، بجوج بيهم، يا اما هادي الا غتربيها اولا هادي اللي خاصك تخلطيها مع الحليب خاصو يكون بارد، جبديها من الثلاجه تكون بارده مزيان، وحتى البول اللي تخدمي فيه حاولي انه يكون بارد، دخليه قبل الثلاجه بواحد ربع ساعه، ومن بعد غتبدي تربي لا كريم فريش او كريم شانتيي وغتطلع معاك ما كاين حتى شي مشكل. اما هذه ديال الصوبري فالطريقه ديال التحضير حتى هي سهله وبسيطه. كناخذوا صوبري واحد كنخلطوه مع 200 مليلتر ديال الحليب اللي تكون بارده بزاف. ان تودوس مودوس هما في اللور ديال الكاخا، هنايا دايرين لكم الانستروكسيونيس والطريقه باش تخدموها، يعني ما غتلقاو حتى شي مشكل، غير هو نعاود نكرر باش تصدق لكم. بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش وما كتصدقش ليهم، خاص الحليب يكون بارد بزاف. وبالنسبه كذلك سؤال اخر، انه كيفاش نقدروا لا كونسيستونس ديالها تخرج شاده راسها وتدوري معنا الوقت اطول. فكاين كذلك في كاريفور في نفس الباسيو هادي ناتا فيكس، فهادي كنزيدو الصوبري من هنا على هذا او على ناتا ليكيدا فاش كنكونوا كنطلعوها باش كتبقى شاده معنا وكدوري لينا الوقت اطول. اما بالنسبه للطريقه ديال التحضير فكنضيفوا صوبري واحد من هاد ناتا فيكس مع 200 او 250 مليلتر ديال ناتا، كنزيدوا في الاول ناتا سوا ليكيدا او الصوبري ديال هذا، ومن بعد كنضيفوا معها صوبري من هذا، وكنزيدوا الكميه ديال السكر اللي حنايا باغيين، وكنخلطوا كل شيء مجموعين، كطلع ناطا شاده راسها وكدو معنا الوقت اطول. كذلك في الكاخا ديري لينا هنايا واحد سوخيرينسيا اولا نصيحه، دايرين الا ما بغيناش انه لاباسي ديال الطارطا تفزق لينا في واحد الوقت اقل، قبل ما نديرو من فوقها او نزوقوها بلا كريم فريش غنشدو واحد شويه من ناطا فيكس وغندردروه فوق هذيك البسكوته او داك لاباز ديال لاطارت، وعاد داك السعدس من الفوق غنعمروها بلا كريم شونتي، فكتبقى داك البسكوته شاده راسها وما كتفزقش لينا بناطا في واحد الوقت قصير. جوج اخر اللي تسالت عليه بزاف هو المحسن ديال الخبز، هو هذا راه كاين في ميركادونا، غتلقاوه في الجهه فين كاين بيكربوناتو دي صوديو كيتباع، الاسم ديالو غاسيفيكانتي. بالنسبه للطريقه ديال التحضير كذلك البنات اللي كيبغيو يستعملوه فراه غتلقاوها في اللور ديال الكاخا، هنايا مكتوب كاتبين لا بريباراسيون دي بويوس ماغدالينس اي اوتروس انيادي اون صوبري بلانكو اي اوترو دي كولور بور كادا 200 غرام دي هارينا كونسيغيرا اون ماسا سوافي اسبونخوسا. يعني بالنسبه للبنات اللي ماشي باقي ما يلاه جاوا جداد وما تيفهموش اللغه الاسبانيه، فغنزيدو صوبري واحد من كل لون، هو هاد الكاخا فيها جوج ديال اللوانات، غنزيدو واحد بلانكو واحد ملون مع 200 غرام ديال الطحين،
نتمنى ان الشرح يكون واضح لي طودوس مودوس اللي عندها اي سؤال وكوالكير دودا. وبالنسبه للبنات اللي ديجا كيستعملوه كيستعملوه قبل، انا شخصيا ما كنستعملوش، كندير الخبز بالطريقه العاديه، الخبز والخميره وشويه ديال الملحه، يعني بالطريقه اللي صربينا عليها، ما كنستعملش نهائيا هادو. انا شريته غير باش نوريه لكم، لانه طرحوا عليا اسئله بزاف عليه، كنسمع بانه ماشي صحي، الله اعلم، ما متاكدش من هذه المعلومه، ولكن اللي تعجبها انها تستعمله فهو هذا. كاين ماشي غير في ميركادونا، كاين حتى في سوبر ميركادو اخرين. بالنسبه للبنات اللي مولفين كيستعملوه، يخليوا الطريقه في التعليقات باش يفيدوا البنات الاخرين. كنت درت معكم واحد الفيديو ديال التقضيه ديالي الشهر من ميركادونا والليدل، وفي هذا الفيديو كنت وريتكم الدقيق ديال الزرع اللي انا كنستعملو اللي كنشريهم من ميركادونا، كانوا جوج ديال الانواع. ولكن واخا هكا كنتلقى بزاف الاسئله على الدقيق ديال الزرع، واش كاين اولا لا، كاين متواجد في كاع السوبر ميركادوس، كاين في كاريفور، كاين في الكامبو، كاين في ميركادونا. انا اغلبيه كنشريه من ميركادونا. كنشري هذا ديال اسبلتا، ارينا ديسبلتا، كيجي فيها الخبز غزال بزاف، وكاين واحد طحين اخر دابا ما عنديش، ولكن غنخلي لكم التصويره ديالو في الفيديو، حتى هو ارينا دي انتغرال، كتباع في ميركادونا، الثمن ديالو شي 0.87، هذا اورو 40. المهم غنخلي لكم الثمن في الفيديو. بجوجهم زوينين، لا هذا ولا الاخر، تقدروا تخلطوهم بجوج وتزيدوا معاهم واحد الكميه قليله ديال الدقيق البيض، لحقاش هادو كتكون فيهم نسبه ديال الجلوتين هواده بزاف، الوغ باش ما يجيكمش الخبز معجن وبحال ما طايبش من الداخل، عاونوه بواحد شويه فقط، غير واحد لا كونتيتي قليله من الدقيق ديال من الدقيق الابيض، وكيجي الخبز زوين بزاف. وهذا اسبلتا انتغرال، صراحه انا قلبت على لا ترودكسيون ديالو بالعربيه، باقي لحد الان ما عرفتش الاسبلتا شنو هي. هي الحبه ديالو فحال الزرع، ولكن اللون ديالها مغلوق وطويوله. بوينو، فيها بزاف ديال الفوائد على الصحه. انا قلت لكم، لكم الاختيار، يا اما تشريو هذا يا اما تشريو الاخر، تقدروا انكم تخلطوهم بجوج او ديروا كل واحد فيهم بوحدو. انا مجرباهم بجوج، كيجي فيهم الخبز غزال وصحي 100%. سالت كذلك على الشوفان، الشوفان هو افينا، وكاين بزاف ديال الانواع، كاين دقيق ديال الشوفان، كاين الرقائق ديال الشوفان، كاين نخاله ديال الشوفان، فكل واحد على حساب شنو بغى. بالنسبه لارينا ديال ابينا، فكاينه هادي كتباع 500 غرام، انا شخصيا كنشريها من ميركادونا، هادي افينا مطحونه، دقيق ديال افينا. واحد الاخت كانت قالت لي انا مشيت شريتو وما لقيتوش الدقيق، لقيتو فحال النخاله، انتي خديتي سالبادو دي ابينا، ما خديتيش الدقيق ديال ابينا، خليه ما ترميش، تقدري تستعمليه تاكليه مع دانون او تزيديه مع الخبز، تزيديه مع الكيك، فهو صحي ولو بزاف ديال الاستعمالات، تقدري ديريه فحال كوماج للوجه ديالك، خليه. اما بالنسبه للدقيق فهو هذا ابينا موليدا، هو هذا. كاينين كذلك رقائق ديال الشوفان اللي كيجيو زوينين للوليدات الصغار، هما غنيين بالفيبرا وفيتامينات، نقدروا نحضروهم بحال سرياليس ديال الوليدات الصغار، ماشي غير الصغار، يعني الصغار والكبار، نقدروا نزينو بهم الخبز من الفوق، نزيدوه العجينه ديال الخبز، ففيه بزاف ديال الاستعمالات. انا شخصيا كنشريهم من ميركادونا، هذا فيه 500 غرام، وهذا كذلك الدقيق ديالو فيه 500 غرام. ولكن اللي ما حداهاش ميركادونا، راه ما كاينش غير في ميركادونا، كاين في كاع سوبر ميركادوس. غنعاود، بالنسبه اللي كتقلب على النخاله فهي سالبادو دي ابينا، اللي كتقلب على الدقيق ابينا موليدا او ارينا دي ابينا، واللي كتقلب على الرقائق ديالو فهما كوبوس دي ابينا. بالنسبه للجيلاتي النباتيه فانا ديجا وريتها لكم في فيديوهات سابقه، وغنزيد نوريها لكم. كاينه هادي اغاراغار، الاسم ديالها اغاراغار، نسبات للنبسة اللي مصايبة بها هاد الجيلاتين هادي. انا شخصيا كنشريها من جوج ديال البلايص، يا اما من كاريفور، هادي مثلا شريتها من كاريفور، كيجيو فيها 4 ديال الصوبريس من الداخل بحال هاد الشكل هكا، وكل صوبري فيه جوج ديال الغرامات. تقدروا تستعملوها للجميل، تقدروا تستعملوها لي فلون لي تارت، يعني تقدروا تعوضوا خيلاتينا نورمال اللي كنلقاوها في سوبر ميركادوس بها، او مكان اخر اللي تقدروا تشريوها منها.
هو الاربولاريو. الاربولاريو هو الحوانت اللي كيكونوا كيبيعوا المواد الطبيعيه، حتى هما كيكونوا كيبيعوها بالخنيشه، ما عقلتش واش 250 غرام او 500 غرام. كيكونوا متواجدين هاد المحلات في كاع الباريوس، في كاع المدن، يعني ما غتلقاوش مشكله انك تلقاوهم، حتى تما تقدروا تشريوهم. انا دي مومينتو هادو هما جوج ديال البلايص اللي كناخذها منهم، فتسالت عليها كذلك بزاف. راها كاينه جيلاتي نباتيه اغاراغار، غير قلبوا عليها برلومينوس كاريفور، راها كاينه موجوده. وبالنسبه للعجينه ديال التمر اللي سولت عليها، انا شخصيا كناخذها من عند الجزار المغربي، ما عمري صراحه خديتها من بلاصه اخرى، مع هو قريب ليا، دونك من كنحتاجها كنمشي كناخذها من عند الجزار المغربي. هذه فيها 500 غرام، فيها 500 غرام، الثمن ديالها اورو ونص. كنظن انها كذلك تباع في الكامبو، ماشي متاكده، بوينو البنات اللي كيشريوها من بلاصه اخرى من غير الجزار المغربي يخليو لنا الكومنتاريوس باش تعمل الاستفاده. واخر حاجه هو الدقيق ديال الفينو. الدقيق ديال الفينو البنات كناخذو انا من عند الجزار، هو هذا اللي كيكون، نتمنى انه يكون بايد، اللي كيكون مكتوبه فيه فينا. هذا هو الدقيق ديال الفينو، انا كناخذو من عند الجزار. الخنشه فيها 5 كيلو، كدير 5 ديال الاورو، هكا كتجي الخنيشه. كناخذ الفينو وكناخذ سميده، كتكون مكتوبه فيها هي الخنيشه بحال هكا تماما، غير هنا بلاصه فينو كتكون مكتوبه فيها ميديانا. وكاينه كذلك الغليظه، كل وحده على حسب الاستعمال ديالها. فانا هاد الحوايج بحال هكا، ومزهر، تمار، اللوز، اللوز منقي، كاوكاو، كناخذهم من عند الجزار لانه قريب ليا. ولكن لا بغيت ناخذ الفواكه الجافه بثمن اقل، سالت على بزاف على الكاوكاو، سولوني عليه البنات. كاوكاو كناخذو من عند التينداس ديال تشينوس، ماشي اللي كيكونوا كيبيعوا توتشيس وكيكونوا كيبيعوا غوسانيتوس وداكشي ديال اليمنتوس، لا، تينداس ديال تشينوس اللي كيكونوا كيبيعوا اليمنتوس ديالهم هما، كيكونوا كيبيعوا الزنجلان، كيكونوا كيبيعوا طيارينيس، كيكونوا كيبيعوا الماكولات ديالهم. كناخذ من عندهم حتى الورقه، راني وريتها لكم في واحد الفيديو سابق، وتسالت على الكاوكاو بزاف بزاف. يا اما كناخذو من عند الجزار، لا ما كانش عندي الوقت وكنت محتاجاه ضروري، سينو كنمشي لهاد تيندا ديال تشينو وكناخذو من تما. سينو راه كاينين الهريه اللي كيكونوا كذلك كيبيعوا لي غروسيس، الناس اللي عندهم المحلات فحال ماكرو كيكونوا كيبيعوا دي تودو، كاينين بزاف ديال الهريه، وكيكونوا كذلك يبيعوا اللوز، الكاوكاو، القرقاع منقي او بالقشور ديالو، حتى هما غتلقاوهم فيه. مهم نتوما دوروا وتساراو في المدن ديالكم، ودائما ديروا مقارنه الاثمنه، لحقاش من بلاصه لبلاصه كيكون اختلاف كبير في الاثمنه، وجربوا وخذوا داكشي اللي غيناسبكم على حسب العدد ديال الافراد ديالكم، وعلى حسب كل واحد والاستطاعه ديالو. نتمنى اني نكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم كاملين، واللي طرحت عليا شي سؤال وما جاوبتهاش فاره عن غير قصد. انا دائما كنحاول اني نقرا الكومنتاريز ديالكم كاملين ونجاوبكم على الاسئله ديالكم. فنتمنى هذا الفيديو انكم تكونوا استفدتوا منه بزاف، واللي عندها اي سؤال او كوالكير دوده تخلي لي التعليق ديالها. الناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي اول مره وعجبهم، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الفيديوهات الجديده ديالي. رمضان ما بقالو حتى شي حاجه، رمضان كريم، رمضان مبارك. ما نساوش بان شهر رمضان شهر الصلاه والصيام والعباده وشهر الصدقه، ما نتلهاوش في الكوزينه، احنا كنعرفوا بعضياتنا بزاف، كنضلوا النهار كامل في الكوزينه وكنقصروا من العباده. نحاولوا ان نغيروا هذا السلوك، وكل حاجه نعطيوها الوقت ديالها. فانا وصلت لاخر ديال الفيديو، ما عليا غير نقول لكم الله يدخل هذا الشهر المبارك علينا وعليكم بالصحه وبالسلامه ومغفره الذنوب، واللي كيتمنى شي حاجه مزيانه في قلبه الله يعطيها ليه. خليتكم في امان الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.